السعودية تعيد هادي قصرا إلى عدن، وهذا ما حدث. تفاصيل صادمة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. بدأت السعودية اليوم إعادة حكومة هادي إلى عدن تدريجيا، في خطوة اعتبرت من حيث التوقيت بمثابة تسليم للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات وإنهاء نفوذ هادي ومحسن والإصلاح عليها. ووصل خلال الساعات القليلة الماضية وزير الصحة والخارجية وسط ترقب عودة آخرين وفق مصادر في المجلس الانتقالي. ويعد الوزيرين من أبرز المعارضين للعودة إلى عدن بعد اقتحام أنصار الانتقال لغرفة نومهما في قصر المعاشيق قبل أشهر، وهو ما يشير إلى رضوخهم لضغوط السعودية. وتحسب عودة هادي إلى عدن دون ترتيبات كانت تشترطها انتصارا للمجلس الانتقالي الذي يسعى لتحميلها تبعات الانهيار الحاصل في المدينة، كما تشير إلى بدء السعودية تجهيز الانتقال لقيادة الشرعية بدلا عن تحالف الإصلاح ومحسن والانتقالي، والذي يعاني من التفكك بفعل اقتراب سقوط معقلهم في مأرب والخلافات المحتدمة حاليا. لا سيما أن قرار إعادة حكومة هادي إلى عدن جاء بعد حوار أجرته السعودية مع رئيس الانتقالي، وبرزت مخرجاته في اللقاء الذي نشرت تفاصيله صحيفة عكاظ الرسمية السعودية، وأعلن فيها الزبيدي ولاء مطلقا للسعودية لأول مرة منذ تشكيلها على يد الإمارات في عام 2016. وأبدى الزبيدي استعداده للعمل تحت قيادة التحالف خصوصا السعودية بعدة مطالب، منها إعادة حكومة هادي إلى عدن وتسليمه وفد المفاوضات الخاص بهادي، إلى جانب مطالب أخرى بالتسليح وغيره. وتزامن تسويق السعودية أعلاميا للزبيدي أبرز خصومها، مع أن بأن تتحدث عن ترتيبات التحالف لعقد تحالفات جديدة بين طارق صالح قائد الفصائل الموالية للإمارات بالساحل الغربي لليمن والانتقال الجنوبي، أكده الزبيدي في مقابلته الأخيرة ووعد بتوسيعه، وسيكون بديلا للشرعية الحالية التي تعاني انتكاسات كبيرة يغذيها التحالف.